تحياتي للجميع. حنعطي بعض الأعراض اللي ممكن نشعر فيها إذا كان في عنا هشاشة وعدم ثبات في اصطفاف فقرات الرقبة السبعة، 7 فقرات، 6 ديسكات، وثمان أعصاب فرعية بخرجوا من منطقة الرقبة. بحكي لكم عن الأعراض، بجوز 15 العرض، وانتو اذا في عندكم 5 اعراض من هدول ال15 او اكثر، في هاي الحالة عندكم 50% تشخيص صح في انه عندكم هشاشة وعندكم ازاحة بالفقرات. اذا كان عندكم 10 اعراض من هذه الاعراض اللي حذكرها، اذا 99% عندكم هشاشة و ازاحة بالفقرات العنقية. اول عرض اللي هي موضوع الطقطقة والخشخشة لما أحرك ركبتي وبشعر في الفقرات وهي قاعدة بتزيح أو بتحتك في بعضها. طبعا هذه الطقطقات بتكون تابعة لإلها بعض الآلام في منطقة الرقبة. هذا أول عرض. ثاني عرض اللي هو كلة حركة في الرقبة، يعني حركتنا بنلاحظها على الشمال أو على اليمين، في نقص في الحركة. إذا بدي أرفع راسي لفوق نفس الشيء، بقدرش أرفع راسي لأنه في عندي شيء مانعني إني أرفع الراس، مش الألم، في شيء مانع بحركة الفقرات مش مكتمل. هذا العرض الثاني. العرض الثالث بيكون في عندنا وجع راس من فترة لأخرى، بصير في عندنا شقيقة، ممكن بصير في عندنا آلام في جنب واحد من الجمجمة للخلف. هذا عرض حطوه على الأعراض، 3 أعراض. الرابع عرض اللي هو موضوع الدوار، الدوار في أثناء تغيير الحركة من حركة الجلوس لحركة الوقوف، أو بدي وأنا واقف بدي أحني حالي، أو وأنا قاعد وبدي أسجد، في هالحالة بشعر في حالة من الدوار. الدوار اللي هو بنحس حالة الدنيا كلها بتلف حوالينا، حوالين راسنا، يعني ما في عدم ثبات. هذا العرض من الأعراض الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. العرض الخامس، طنين من وقت لآخر في الأذنين، زي أصوات داخلية من الأذن بنشعر فيها في دماغنا، وهاي الأصوات بتزيد مع أي حركة للفك، أثناء الأكل، أثناء حركات الرقبة بنشعر فيها، زادت هاي الهرني هاي وهالطني هاي في الأذن. العرض اللي بعدها آلام بتروح وبتيجي، بتروح وبتيجي حسب الوضعية، وبتروح وبتيجي حسب الفترة الزمنية. إذا في الفترة الصباحية بحس بالآلام هذه أكثر، وفي الفترة المسائية بعد حركاتي وأثناء اليوم ممكن أشعر إنها خفت الآلام هذه شوية، إذا كانت وضعياتي أثناء اليوم صحيحة ومشي وحركة. بس إذا كانت خطأ وعمل مكتبي بشعر في زيادة في الآلام هذه، وهذه الآلام تتركز في منطقة من الجمجمة لا